السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. عندي كتاب الملون صفحة 19. هذه اللي راح نحل، طبعا هي مرتبطة بصفحة 18 مالت الإعلان. يقول لك read the advertisements again. Advertisement again يقول لك اقرأ الإعلان مرة أخرى. Which statements are true؟ وأي الجمل الآتية صحيحة. Number one, the holiday this station is called يعني يقول لك الديستيشن، هذا مقصد مال العطلة. شنو مقصد العطلة؟ is called tourist city. يعني يقول لك شنو مقصد مال العطلة، شنو نسميه tourist city. صحيح، true. Two, there is a theater where you can see a play. يقول لك هنالك مسرح، انت يمكنك ان ترى مسرحية. False. Three, you can visit a local shops. You can visit local shops. يعني يقول لك يمكنك أن تزور المحلات. نقول true. For you can go hiking يعني السفرة بالجبال. In the mountains بالجبال. False. نقول false. النقطة الخامسة. Visitors must do all the activities. يقول لك هذا الزائرين يجب أن يمارسوا كل الأنشطة. يقول activities a football يسموها كل الأنشطة المتوفرة. نقول false. النقطة السادسة. You can come on the beach at night. نقول true، يعني انت يمكنك ان تخيم في الليل. true.